ما أكل؟ أكلته كله. تفضل محمد. اخر آلة ورا تيك اوف ها ايه الاعجيبة لقدام قد ما صوتك حلو عريض وبيودي عمين سمع شو بعمل فيك لا تعملي ازاي انت صوتك تعالي فضحت حالة يلا هذا اللوك تبع رافائيل؟ لا هذا لا وحدي انا طيب عم بسمع طوش وش عظيم إيفيت الهوى هوى اوعى بس تحسوا في هوى بيتم تقول ها معناتها بعد ما طلتوا مظبوط البوزيسيون بين البوزيسيون وبين الزعيم تكون قاشط الصوت فتح مزبوط شفتي عم يبين فوق من تحت يعني أتخبركم في مرة معلش في مرة ما كانت تزبط معي البوزيسيون أبدا 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 إيه أكيد الله يرحم معلمتي بديعة صبرا حدار حسيتها برشة تتعصب علي ونرفزيت كيف ما عم تزبط معي قلت لي ما مبارح تمنع شو صار لك هلأ ما كنت ما بعرف خلص سكر راسي ما تزبط قلت لي ظهري لبرا هيك ظهرتني لبرا عم ابكي 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 برا وفوتوا هالتلاميذ عم فايتين شايفيني عم ببكي يسالوها سؤال ما ترد علي ما ترد علي بالاخر خلصت كل التلاميذ شوي قالت بينها وبين نفسها ما خبرتني معناه قلت لها شوف هالبنت بعدها هون ظهرت لقيتني قد هيك عم ببكي وكشرة قلت لي شو رح تفهمي البوزيسيون اما ما رح تفهمي هيك تعملي قلت لي فوتي فتنا قلت لها ما تحاسبيني لليوم عبكره حاسبيني قلت لي قومي روحي على بيتك رحت على البيت تاني يوم قلت بدي اتحدى بدي اشوف كيف رح تزبط اما ما رح تزبط لانه ما فينا نشتغل شيء إذا البوزيسيون مانا مزبوطة لأنه نحنا
كنا نشتغل مش بس فوكاليز قطع قد ما تقوله إيه، لانه اذا البوزيشن ما انا مزبوطه ما فيك تتحدى القطعه تقعد تشتغل عليها صافي كلها غلط، تكون طريقه اول شيء مزبوط، طريق مزبوط بعدين بتصير تفكر بالاداء، ما بتقعد تفكر فتحت تمي وسكرت تمي. ما هي بتعلم مثلي كانت هلا نفس إيه الطريقه إيه، ما انا منها يقضي الوحيده آه. شو هاي طريقه التليان يعني ايه توتافي ليزيتاليا، ما هي تخصصت بايطاليا كان ببولونيا لبنانيه إيه مدام، وانت كمان انا رحت على ايطاليا على سيينا جيت على سيينا كم سنه درستي جانا ايه رحت 6 سنين انا جيتي انتر ايطالي ورحت على بروكسل ورحت على باريس واو كله درست فيهم اللغه الايطاليه اكيد كله درست فيهم موسيقى كله درست وبعد لو بصير لي هلا اتعلم ما بقول لا بقول يا ريت مدام يعني هيدي اضبط طريقه هي احسن طريقه بالعالم ليدو